مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وصال طيبين جميعا وأهلا بيكو في الحياة العملية أولاد الطلبات سادة أولياء الجمهور زملاء سادة الحياة كلمة طلبة دي خلصت وبعد كده السادة الزملاء الأساتذة أنتم بكرة أنتم المستقبل اختيارك في مهنتك اختيارك في نيابتك اختيارك في وظيفتك هو ده مجرى حياتك هو ده الطريق اللي هتقعد تمشي فيه لغايه ما تموت مش هتقدر تغيره ممكن مراتك تعرف تغيرها لكن مهنتك مش هتعرف تغيرها تخصصك مش هتعرف تغيره اختياركم مش للشكل لازم تحبه نجاحكم انك تحب تخصصك في 100,000 دكتور في مصر بس مش كل دكتور ناجح النجاح بيجي ان احنا بنحب مهنتنا ونحب العيان ونعطي ويبقى عندنا المبادئ والاخلاق اللي للاسف اتهزت نتيجه مفاهيم الناس فهمتها غلط احنا حكماء الحكيم وصاحب القرار الحكيم بضميره وباخلاقه شغلتنا من الدقيقه دي انت بينك وبين ضميرك وربنا محدش هيترقب عليك محدش هيشوفك العيان الغلبان ده ممكن يبقى اخوك ممكن يبقى عمك راعوا ربنا فيك انتم المستقبل أرجوكم المال هيحضر مع الوقت إحنا من المهن أن المال متأخر ولكن العطاء حب المريض دعوة المريض لنا وكنز وعلى فكرة ده حقيقة مش كلام شعارات إحنا رأس مالنا هي دعوة الناس لنا إحنا نملك أحسن مهنة مهنة الطب دي هي كنز وهينت نتيجة زيادة الأعداد والتغيرات الاجتماعية اللي في المجتمع الحرامية كتروا الموفقين أكتر ولكن إحنا المهنة الأسمى تكونوا فخورين إنكم أبناء اسكندرية كلية طب اسكندرية من أحسن كليات مصر أساتذتكم لابد أن تديني لهم بالولاء أوعى تتخيل إنك على لبست البلطو ولا حتى خدت ماجستير لابد إنك دايما انا شخصيا النهارده لما بخش استاذي بقف وصل له لغايه الباب احترامنا ورأس مالنا اقوى رأس مال عندنا في الطب هي العلاقه التصاعديه السينيوريتي يعني الاحترام انا بحترم الاهليه بدفعه واقول له يا دكتور وسيادتك وحضرتك دفعه وده لا يوجد قانون يجبرنا وده اخلاقياتنا وضميرنا اللي بيربطنا وبيعلمنا هذه المهنه اخر حاجه عشان ما اطولش انا عارف كلكم تعبانين فكروا في اختياركم
احنا السنه دي انتوا دفعه محظوظه، محظوظه ان وجهه نظر الاداره هو تقويه وزياده اعداد النواب. احنا السنه دي زودنا 45 نيابه، ودي ما حصلتش في تاريخ كليه الطب. رؤيتنا واحد، توسعات المستشفيات الجديده. اثنين، انا اعلم ولادي بدل ما يروحوا الشارع يبقى انا اعلمه، ولما يخرج حتى لو ما عندوش بوست هو هيبقى متعلم نائب جامعه، هتفتح له سكك في كل حته، اسمك مرتبط بنيابه في كليه الطب ومستشفيات جامعه اسكندريه، هتفتح لك مستقبلك في اي مكان في العالم، في مصر، في السعوديه، في الكويت، حتى بره في المانيا. احنا شهادتنا كليه الطب اسكندريه اوروبا، بعض بلاد خاصه المانيا، كلمه خريج اسكندريه ما بيحتاجش حتى معادله. وده لا، الكلام ده صح، المانيا تحديدا في بعض التخصصات ما فيش معادلات، لكن خصوصا النواب اللي في الجامعه. نقوا كويس، فكروا كويس. اخر حاجه، مفيش رجوع. القرار اللي بيتاخد النهارده لا يوجد تغيير، يعني مش بعد 5 دقايق اصلا غلط، اصل ماما ما وافقتش. هذا قرار زي حكم المحكمه كده. ليه؟ لانه ده يترتب عليه ناس وراك، انت بتاخد فرصه واحد او بتضيع فرصه واحد، فالعدل وبتصوره صوت وصوره وبتنضم. لا يوجد تغيير، مضيت انتهى. اللي مش عايز يحط نفسه احتياطي، يبقى في حاله ناس ثابت احتياطي والمده معينه في الاعلان التاني. واضح؟ جود لك، وربنا يوفقكم، وان شاء الله دايما بكره احلى ومستقبل احلى لكم، بالتوفيق. عشان نبتدي ان شاء الله بصمت ايدين، انا في كلمه دايما بحب اقولها لكل اعلى. انا يمكن من سنه 2006 ماسك الاعداد دي، خد اللي تحبه وحب اللي تاخده. بس ما يعني السنه اللي فاتت حصلت ان في دكتوره اختارت العظم على الكلمه دي. انا ما اعرفش اخبارها ايه دلوقتي، اتمنى تكون دكتور لسه صامت. عشان طيبين، بس عايز حاجه معينه لو سمحتوا قبل ما نبتدي فورا، صوت واضح. دكتور تامر قال لكم، انا احب طبعا اشكر دكتور تامر الشربيني، احب اشكر الشؤون الخارجيين مدام ايناس واللي معاها، احب اشكر شؤون التدريس كلهم، استاذ حسام من الجامعه. نبتدي بقى عشان ان شاء الله مستقبلكم خلال ساعه يكون متحدد ان شاء الله. جود لك، ونبتدي. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اجي على خريجين طب اسنان دور يوليو 2013، عشان في بعض من الاطباء دور يوليو 2014 قدموا، احنا استبعدناهم. دكتوره ساره احمد محمد السيد. خلاص. سارة أحمد محمد السيد. سارة أحمد محمد السيد، ترتيب 28، طب أسنان الأطفال. محمود. محمود جابر رفاعي. الأسنان لو سمحت يتقدموا قريب من قدام، والترتيب بتاعهم لو سمحت يستعدوا كلهم. محمود جابر رفاعي، أميرة محمد حافظ حسن، محمود عبد اللطيف رمضان. يلا يا أطباء. محمود. محمود جابر رفاعي. واللي بعده لو سمحتوا الأسنان يتقدموا. أميرة محمد حافظ ومحمود عبد اللطيف رمضان. محمود جابر رفاعي، ترتيب 34، علاج تحفظي. علاج تحفظي. أميرة محمد حافظ حسن، الترتيب 37، قسم طب الفم. محمود عبد اللطيف رمضان. الأسنان لو سمحتم. محمود عبد اللطيف رمضان.
محمود عبد اللطيف رمضان. محمود موجود؟ محمود عبد اللطيف مش موجود. طلع محمد سيد خليفه عياد ونورا حازم عمر وياسر محمد مرسي. محمد سيد خليفة 30-44 طب الفم. نورا حازم نورا حازم أبو وفيا 30-45 بروثيسز مستعضة ياسر محمد منسي ترتيبي 46 علاج تحفظي. زيادة أحمد محمد محمد أشرف زكريا ومي علي محمود. تسمح الأسنان يتقدم. هذا أحمد محمد ثاني ترتيبي 47 جراحة القلب. محمد أشرف محمد أشرف لم يحضر محمد أشرف زكريا. مي علي محمود مي وأحمد محمد ياسين وأحمد عادل إبراهيم. أيوة مي علي محمود الحضاء ترتيبي 49 قسم الجراحة. جراحة القلب محمد أشرف ياسين يلا يا طبعا أحمد محمد ياسين ترتيبي 52 معلش يا جماعة اسمحوا بس هو بيدور عيني فاضل فك الفرشة قاعدين مع بعض علينا شباب الاستاذ في حد متابع ايه اللي فاضي؟ عموما الاستاذ جراحة الدم. طيب اللي بعده احمد عادل
احمد عادل احمد ترتيب 53. علاج تحفظ. تحفظي. هو دي حاجه بالانجليزي. ميسا. ممكن تلاقي حاجه جامده. ميسا محمد فريد 57 استعاضه. استعاضه. دلوقتي لو سمحت هدوء بقى عشان دي جت انا اكتر. شادي احمد خالد الثاني. شادي شادي. البرنامج الدولي هيبتدي دلوقتي بشغلتين الانجليزي والفرنسي. شادي احمد خالد الثاني اول برنامج دولي كويس. لو سمحتوا شادي صوتك عالي. ها شادي احمد حمدي الخيري اول برنامج دولي بايو كيمستري. بايو كيمستري. شادي بايو كيمستري. طيب دينا محمد طارق. دينا محمد طارق ثاني جراحه تجميل. جراحه تجميل دينا محمد طارق. اوكي. اميره سعيد. أميرة سعيد إسماعيل. صوتك عالي دكتورة بقى. أيوة أميرة سعيد إسماعيل طب أطفال. طب أطفال مستشفى سموحة. عمر محمد مختار. عمر محمد مختار. برنامج دولي. عمر محمد مختار لم يتقدم. لم يحضر. كريم وحيد سامي. كريم وحيد. كريم وحيد. رضوى إبراهيم محمد. رضوى إبراهيم محمد. محمود شريف السويفي الأولى فرنسي الكلينيكات باثولوجية الجامعة الرئيسية الإسكندرية. ريهام يوسفي سليمان الثانية فرنسي تخدير ومستشفى الجامعة الرئيسية. تخدير مستشفى رئيسي جامعي. اوكي. جينا عادل سليمان تدرس التالتة فرنسي بطنة مستشفى الرئيسي الجامعي. ناردين محبة فهيم رابع فرنسي قسم الأطفال جامعة اسكندرية مستشفى سموحة. لاري لم تتقدم. محمود أسامة شلبي. لو سمحتوا كل اللي على الدور يقرب يا جماعة. محمود أسامة شلبي سادس جراحة عامة مستشفى الرئيسي الجامعي. ماجي اخر وظيفه ديت. ماجي ابراهيم مصطفى جراحه عامه برج العرب الترتيب الثاني. جراحه عامه برج العرب. دلوقتي بقى نفكر على الله كده اهوت. يلا شباب هنبدا البرنامج المصري العشره الاوائل هيتقدموا هنا في الكوريدور. هنترتب بالترتيب كل واحد هيتقدم للترتيب بتاعه.
الحمد لله الحمد لله كل واحد ياخد كرسيه. لو سمحتوا العشرة الأوائل يتقدموا واللي بعديهم استعدوا. شباب حضراتكم هتبصوا لي وانتم بتصولوا الوظيفة وهتتأكدوا ان الرقم بتاعكم دخل على السيستم وبعد كده حضراتكم هتتفضلوا. في باك اب في اثنين سبورتين مكتوب عليهم الوظائف وهيكتب فيهم برضو ارقام الناس اللي اختارت. اللي حابب يبص على واجهة البرنامج ماشي، اللي حابب يبص هنا ماشي. احنا جايبين كمان محمد المحي موجود معانا. ماشي اتفضلوا يا شباب. محمد علي عمر كولير الاول على الدفعه طب وجراحه العيون مستشفى الرئيسي الجامعي. نانسي حازم محمد زكريا الترتيب الثاني طب وجراحه العيون مستشفى رئيسي الجامعي. رانيا عبد الفتاح حسين محمود الدخت الثالثه طب وجراحه العيون مستشفى رئيسي الجامعي. نوع هشام فؤاد. شباب زي ما حضراتكم شايفين الثلاث وظايف اللي ليهم بوست خلصوا وعشان كده بقى عندنا في صفر مفيش وظايف تاني في الرمل. اوكي وده اللي هيحصل في كل الاقسام وانس ان البوستات خلصت. في وظيفه بس فاضله بدون بوست لو ازرق معناها خلاص الزيرو كده انتهى الموضوع بينما لسه عندنا وظيفه واحده فاضله من غير بوست. يلا دكتور نوع. نوع هشام احمد فؤاد شعبان امراض قلب واوعيه دمويه كل التدريب. احمد عمرو عبد المنعم درويش. الترتيب الخامس امراض نساء وتوليد كل التدريب. احمد عماد الدين عبد الرحمن خليفه السادس امراض نساء وتوليد مستشفى الشرطه. محمد عبد العزيز السابع امراض قلب واوعيه دمويه مستشفى رئيس الجامعه. اسماعيل محمد شريف نوح الثامن على الدفعه انف واذن وحنجره مستشفى رئيس الجامعه. يوسف احمد عبد الكريم المصري. يوسف احمد المصري التاسع طب وجراحه العيون مستشفى رئيس الجامعه. احمد اسماعيل حجازي العاشر امراض جلديه وتناسليه مستشفى رئيس الجامعه. محمد عبد الرحمن خليفه العشره اللي عيروهم يتقدموا نفس القصه. العشره يستعدوا اول ياسمين لغايه وليد. انا ما عنديش توقع. ياسمين حمدي احمد السيد ريهام ابراهيم مريم سعيد ندى احمد عبد الرحمن ابراهيم محمود محمد محمود احمد محمود ساره محمد وليد وحيد. لو سمحتوا من اول ياسمين. يلا ياسمين. ياسمين حمدي محمد الجمسي ترتيب ال 11 باثولوجي كليه الطب. احمد السيد محمد الديب الترتيب ال 12 بطن عامه قسم امراض كده. ريهام ابراهيم فريد بطن عامه اهل بطن عامه ايه كده؟ يلا قول يا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم ريهام ابراهيم فريد ترتيب 13 اشعه تشخيصيه مستشفى الرئاسي كمان. مريم سعيد. مريم سعيد محمد المدني ال 14 اشعه تشخيصيه المستشفى الرئيسي الجامعي. ندى احمد عثمان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ندى احمد عثمان عبد الرحيم 15 على الدفعه بطن عامه جهاز هضمي.
عبد الرحمن ابراهيم. عبد الرحمن ابراهيم نجد محمد ال 16 على الدفعه اشعه تشخيصيه كليه الدفعه. محمود محمد عبده ال 17 جراحه العظام والكسور مستشفى القدره كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود احمد 18 على الدفعه جراحه العظام والكسور مستشفى القدره كلها. محمود عثمان ترتيب 19 باثولوجي كليه الطب. وليد وحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد وحيد جمال الدين عثمان 20 بطن مع الدبوس. ملك مجدي حنفي وياسين وجيه ونادى محمد بطن الدين. الصوت تحت الصوت. ملك لو لاحظتوا ان اللون الازرق هي ما فيش اي معيد. نادى محمد رفض الدين، محمد حامد عبد العزيز. على اليمين الوسائط المتفرقية. من اول ملك لغاية يوسف. يلا يا ملك، ملك صوت عالي ولنفسه ملك. ملك مجدي حنفي بناني 21 على الدفعة باثولوجي مستشفى الرئيسي جامعة. لا ثانية واحدة باثولوجي. باثولوجي كلية الطب. ياسمين وجيه عبد السلام يقول ال 22 كلينيكال باثولوجي المستشفى الرئيسي الجامعي. ندى محمد نصر الدين 23 نفسية عصبية مستشفى الرئيسي الجامعي. محمد حامد عبد العزيز رمضان 24 على الدفعة جراحة مسالك بولية في بيت الطب. أسماء مصطفى أحمد ترتيب 25 طب أطفال مبتسرين مستشفى الشرق. أطفال يا دكتورة. أطفال منفصلة عن مبتسرين. أطفال يا دكتورة. دينا محمود أنور 26. معلش خليها تكون كده. معلش. طب الأطفال مستشفى الشرق. أطفال شرق. دينا محمود أنور 26 بكتيريولوجي كلية الطب. محمود يسري. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود يسري محمود علي 27 امراض نساء وتوليد مستشفى الشرقي. سارة مجدي سارة مجدي ابراهيم محمد 28 تخاطب مستشفى رئيس الجامعة. اسماء حسن علي ابو الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اسماء حسن علي 29 طب اطفال مستشفى الشاطئ. يوسف احمد انور رمضان 30 جراحة عامة جامعة. جراحة عامة مستشفى الرئيسي. ممكن من 31 لغاية 40 يتقدموا. عمر وسارة ورانا ومحمد وأحمد وإسراء وروان وياسر وأحمد ومحمد. من 31 ل 40. عمر خالد محمد أبو الفتح الصباح الترتيب 31 جراحة العظام المستشفى الجامعي. بقول لك شفت الناس اتاخرت ازاي اسماعيل المره دي؟ صار.
محمد سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سمير عبد الحميد، الترتيب 32، جراحة العظام والكسور. محمد سمير. غبار الدفعة. العظام كده، العظام خلصت خلاص، البوست بتاعها مفيش بوستات خالص. طيب رنا توفيق. رنا بتيجي لسه فاضل ثلاث وظائف، لسه فاضل ذلك الفضول في ثلاثة. أول وظيفة كانت كورجي ياسمين، أول وظيفة ياسمين 22 بس كم ترجي. طيب يلا يا رنا. رنا توفيق حسن، 33 على الدفعة، كلينك الباثولوجي مستشفى الجامعة. كلينك الباثولوجي. محمد نعيم لو سمحت. يلا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد نعيم حسن، 34، جراحة نساء وتوليد، مستشفى رئيس الجامعة. نساء. أحمد فتح الله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد فتح الله صدقي، ترتيب 35، امراض بطنه في قسم الكبد. بسم الله الرحمن الرحيم. اسراء رافض عصفر، ترتيب 36، بكتيريولوجي، مستشفى الجامعه. بكتيريولوجي روان. روان افتح. بسم الله الرحمن الرحيم. روان عبد الفتاح فهمي هنو، ترتيب 37، قسم طب المناطق الحره، المستشفى الرئيسي الجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر علي وكاشة، 38 على الدفعة، جراحة عامة، المستشفى الرئيسي الجامعي. أحمد حسن. أحمد حسن عوض حشيش، ترتيب 39، قسم طب المجتمع. محمد مجدي، لو سمحتوا الصوت يا جماعة. محمد مجدي عبد الواحد الدغيدي. محمد مجدي الدغيدي، ترتيب 40، جراحة مخ وأعصاب. لو سمحتوا من 41 لغاية 50 يتقدم الأول. عمر رافض لغاية سلمى عبدي. لو سمحتوا معلش احنا دخلنا كتير شوية الصوت. لو سمحتوا عمر رافض رياض. يلا يا عمر. عمر رافض رياض، ترتيب 41، طب أطفال. أطفال. يلا أسماء. اسماء احمد ربيع، 42، طب اطفال الشاطئ. ريهام احمد عبد العزيز. ريهام اطفال كده اتخذ منها كم وظيفه؟ قال لسه في اربع وظائف يعني انا الخامس. ايوه. ريهام احمد عبد العزيز العشري، 43، اطفال الشاطئ. نسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمة محمد سعد محمد جنيدي، الترتيب 44، أمراض صدرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى محمد جويش، الترتيب 45، جراحة عامة، المستشفى رئيس الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رجب محمود أحمد، 46، جراحة عامة، المستشفى رئيس الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم صلاح محمد سليم شهيد، ترتيب 47، بطن عامة، قسم الوتر، المستشفى الرئيسي الجامعي. ايوه محمد. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا محمد فتح، ترتيب 48، طب اطفال، مستشفى الشاطئ. شهاب. شهاب اشرف حمزه. شهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. شهاب الدين اشرف حمزه، 49، امراض نفسيه وعصبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سلمى عبد الدين حنفي معتوق، 50، باثولوجي كلينيكيه، مستشفى رئيسي الجامعه. من رقم 51 الى 60، ولو سمحتوا بس دكتور تامر هيقول لكم ايه هو فاضل. ده الوظائف قدامكم، اي عليه حاجه الازرق كلهم اتاخدوا معيدين. يعني جراحه عامه مفيش، مخ واعصاب مفيش، عظام مفيش، مسالك مفيش، تامر لا اول صفحه.
تخاطب ما فيش، صدريه قلب اوعيه خلصت، جلديه خلص، اشعه تشخيصيه خلص. يلا هنا الباثولوجي والبكتيريولوجي برضه في الاكاديمي خلص. باثولوجي بكتيريولوجي سمر محمد السيد. سمر سمر محمد السيد الاستكاوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سمر محمد المستكاوي، اطفال مستشفى الشط. 52 ندى. بسم الله الرحمن الرحيم. ندى رمضان محمود العيساوي، 52، بطنه امراض سكر. مي محمود مي محمود محمد مرسي، ترتيبي 53، بطنه امراض روماتيزم. رشا زكريا. رشا. بسم الله الرحمن الرحيم. رشا زكريا الشهاوي، 54، فيسيولوجي كليه الطب. فيسيولوجي اكاديميا. فيسيولوجي اكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكرم فوزي محمد، 55، نفسيه وعصبيه، مستشفى الارهاب. عايزه الدكتوره سالم ايه؟ عايزه تاخر وظيفه؟ نعم؟ اطفال فيها واخر وظيفه. اخر واحده؟ اسرار السيد السريتي، ترتيب 56، اطفال مستشفى رئيس الجامعه. اطفال كده اخر وظيفه. اطفال اخر وظيفه بو؟ احمد محمد حامد. رقم 56. احمد محمد حامد. يلا 57. احمد محمد حامد، 57، تخدير وعنايه مركزه الرعايه. تخدير وعنايه مركزه الرعايه. ده اول تخدير على فكره. فاديه سمير شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. فاديه سمير شعبان، 58، على الدفعه، كوميونتي طب المجتمع، كليه طب المجتمع. صحه عامه طب المجتمع. ادعم جمال جمعه. ادعم جمال قرد، 59، طب حرج وسموم. ثانية واحدة. طب حاجة اسمه أدهم. أحمد مسعد. أحمد مسعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد مسعد عرفة، ترتيب 60، طب طبيعي. عليك طب طبيعي. من 61 ل 70. آية عادل وبسمة سالم ومها أحمد وعمر سعيد، إيمان رمضان، أحمد محمود، شروق سعيد، أسماء محمد، إيمان محمد، ياسمين رجب. ممكن لو سمحت الصوت. يلا يا آية، صوت عالي لو سمحت عشان الناس كلها تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. آية عادل محمد أحمد رضوان، ترتيبي 61، نفسية وعصبية، مستشفى نيرمان الحرب. بسمة سالم حامد، ترتيب 62، طب مناطق الحرب. مها احمد نبيل. مها يلا يا مها. مها احمد نبيل. كلمي في المايك. فينك الباثولوجي؟ في حد ولا لا؟ في اخر وظيفه كلينيكال باثولوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. مها احمد نبيل، كلينيكال باثولوجي، مستشفى رئيس الجامعه. كده اخر وظيفه كده البطولي البوستات. يلا يا عمر. عمر لا عمرهم لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر سعيد امام شعبان، علاج اورام وطب نووي، كليه الطب جامعه اسكندريه. يلا ايمان. ايمان رمضان. ايمان رمضان ابو الخير، ترتيب 65، علاج اورام وطب نووي. كده اورام خلاص خالص. احمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد محمد السيد، 66، تقدير. شروق. شروق سعيد. شروق سعيد. شروق سعيد عمر، 67، ادويه كمان. لا الصوت عالي. ادويه الادويه كل الطب اسكندريه. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء محمد أنور 68 شيخوخة مستشفى رئيس الجامعة. فاطمة يا دكتورة. دكتورة فاطمة شيخوخة مستشفى رئيس الجامعة. يا أخي بوست فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام محمد أحمد هجرس 69 طب مجتمع. إمام أهل طب مجتمع اسمح. ياسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسمين رجب السيد 70 على الدفعة تخدير عناية مركزة جراحية مستشفى رئيس الجامعة. من أول ندى لغاية 81 محاضر حمدي وإكرام عادل وأسامة سمير بيتر نور بيتر ملاك حنان حنان ممدوح محمد إبراهيم أي أحمد صبر بحر. يلا نجا لو سمحت صوت يا جماعة عشان زملائكم يعرفوا يركزوا ويقولوا صح. بسم الله الرحمن الرحيم. ندى أحمد جلال الفطراني 71 على الدفعة فارماكولوجي كلية الطب. أدوية أدوية كلية أدوية فارماكولوجي. هاجر حمدي حسن ترتيب 72 طب حرج وسمو. هاجر طب حرج اسلام عدد شهادة 73 أشعة معهد بحوث. أسامة سمير أرجاوي حسين 74 تخدير وعناية مركزة. تخدير وعناية مركزة. بيتر ريمون جورج 75 طب حرج وسموم كلية طب. بيتر ملاك مينا 76 تخدير وعناية مركزة مستشفى الرأس. حنان ممدوح عايزه تشوف حاجه قول لنا اهو قدامك على الشاشه على سكرين اهو. العنايه بص تخدير فاضل خمس وظائف. العنايه ما تخدير وعنايه مركزه ولا طب حرج مش يا جدعان اللي بيخلص فيه مش بعض طب حرج اسمه حرج خلص طب حاجة اسمها في شارع في طوارئ إصابات في تخدير وعناية ما فيهاش برضه بس بتنجزوا بسرعة لسه برضه الساعة كام؟ 11؟ نعم بص يا دكتور قدامك عايز فينا اللي هي حجاز الله ينور عليك وأتمنى اللي طالع برضه يبص معانا يا اسمع راح تقلب صدر لما توقف بعد هجري بعيد يا عم يا اكاديمي هجري بعيد يا عم حلمهم دوك مثلا ترتيب 77 راحة صدر وقلب محمد إبراهيم لو سمحت بهدوء محمد إبراهيم بدر 78 أورام بتنوي معهد الحبوس أورام معهد الحبوس محمد إبراهيم أورام آية بسم الله الرحمن الرحيم آية أحمد محمد السيد 79 وراثة مستشفى رئيس الجامعة وراثة كلية الطب وراثة طمر محمد طمر محمد رجب 80 تخدير وعناية مركزة جراحية مستشفى رئيس الجامعة طمر تخدير من 81 لـ90 عمرو محمد أحمد وهيدي عزت يوسف ياسمين إبراهيم ألاء أنور نهى صلاح الدين محمود أميرة أحمد إبراهيم وإيمان محمد عبد المنعم أسماء عباس أحمد يحيى هايدي نشوى دينا عمرو محمد احمد بسم الله الرحمن الرحيم عمرو محمد قريب 81 تخدير وعناية مركزة جراحية ومستشفى رئيس الجامعة تخدير رئيس الجامعة هايدي صوت عالي اسمحت يا هايدي هايدي عزت يوسف محمد الطاهر 82 فيسيولوجي ياسمين ابراهيم سعد ترتيب 83 كيمياء حيوية كلية كيمياء حيوية كلية ألاء الصوت لو سمحتوا يا جماعة لو تسمحوا تتفضلوا استريحوا
الاء انور. الاء انور علي ترتيبي 84 تخديره هاني الاء. وقفي شويه بعد لو تسمعوا الصوت لازم نسمع بعض عشان الكلام ده بيتسجل عشان احنا في موقف دلوقتي عشان لخبطه. فلو تسمحوا الهدوء واللي خلص يتفضل بره بدون احراج عشان نسمع بعض عشان الشباب يعرفوا يفكروا كويس. ده قرار خصوصا ان الدايره ابتدت ايه تضيق. ارجوكوا الهدوء. يلا علاء اتفضل. يلا اتفضل. البوستات دي صوره امراض دم مع الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الاء انور علي ترتيبي 84 تخدير وعنايه بالمستشفى الرئيسي الجامعي. نوها صلاح الدين محمود الكوني 85 كيمياء حيويه كليه الطب. طيب كيمس الطب دي اخر وظيفه. يلا اميره. اميره احمد ابراهيم محمد 86 على الدفعه هيستولوجي كليه الطب. ايمان محمد عبد المنعم هيستولوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايمان محمد عبد المنعم صالح ترتيبي 87 طب شرعي وسموم كليه الطب. طب شرعي وسموم عندي اول وظيفه. اسماء عباس عبد الوكيل مبار 88 هيستولوجي. اسماء احمد يحيى محمود 89 تخدير وعنايه مركزه جراحيه مستشفى الرئيس الجامعي. هايدي امين 90 على الدفعه باثولوجي معهد. باثولوجي محل بحوث. كده اخر وظيفه فيها. ممكن بقى من اول 92 دينا لغايه ساره يتختموا. دينا محمد زكريا ومحمد يوسف واحمد محمد السيد نانسي اسامه احمد سعيد رنا طارق اسماء محمد هايدي علي وساره اشرف. دينا فين؟ دينا تتقدم. دينا بقى ولو سمحتوا بس الهدوء عشان يعرفوا ركزوا لو سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. دينا محمد زكريا محمد عبد العال هيستولوجي كليه. محمد هاتف الغريب مرعي ترتيب 93 امراض دم معهد البحوث. احمد محمد السيد علبة ترتيب 94 تخدير كلية الطب جامعة نانسي أسامة سعد ترتيبي 95 طب الشرعي والسموم كلية الطب جامعة اسكندرية. أحمد سعيد حسن سيف ترتيبي 96 ممكن شوف. هيجي كرر هنا. طيب ماشي يلا يا احمد سعيد ورا صلاه لسه تخدير ورا صلاه الكليه. احمد محمد سيد علبه اخذ تخدير الكليه. يا فوش ازرق دوت لسه فيه وظيفه فضل. قديم اهو. لا
العزة. أحمد سعيد حسن سيف، ترتيب 96، تخدير معهد الهوس. تخدير الهوس. رنا، رنا طارق. يلا يا رنا. صوت عالي يا رنا، ما سمعناش. رنا طارق محمد فاروز، 97، بره الكليه. بره الكليه دول. فريق بسم الله الرحمن الرحيم. اسماء محمد احمد عبد الحميد، 98، طوارئ واصابات، مستشفى رئيس الجامعه. طوارئ اصابات، دي اول وظيفه طوارئ اصابات عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هايدي علي الصبحي، 99، طب شرعي اسمه كليه الطب. طب شرعي تاني اخر حاجه دي، طب شرعي كده، طب شرعي خلاص. سارة اشرف. يلا سارة. سارة اشرف ابراهيم، 100، طوارئ اصابات. سارة طوارئ، ودي اخر وظيفه طوارئ. ممكن من رقم 101، رقم 120، 110. عايزين ايمان وداليا وبدرية واحمد والاء وايهاب ومعتز ونهال وعزه. زد 101؟ لا زد 109 يا ابني. بتكلم عليه. قد ايه هنا؟ قد ايه هنا؟ حبيبة؟ حبيبة؟ ايهاب؟ ماشي اوكي. عشان حطينا على زياده. 101 هنا. إيمان إبراهيم السيد إبراهيم، ترتيب 101، صيدليات كلية. صيدليات كلية. داليا، داليا. داليا عصام. داليا عصام الدين عبد الفتاح، 102، تشريح كلية الطب. أيوة داليا تشريح. بدرية حسن سعد محمد، 103، تشريح كلية الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. مع أحمد السيد إبراهيم، تشريح كلية الطب. 104. آلاء ثروت. آلاء. آلاء. آلاء ثروت عبد المحسن محمد، 105، تشريح كلية الطب. حبيبة. حبيبة أحمد توفيق الشناوي، 106، تشريح كلية الطب. إيهاب محمد عادل الرويني، طب مناطق حرة، المعهد العالي للصحة. مناطق معهد العالي. إيه معهد العالي؟ معتز احمد شوقي، 108، طب المبتسرين في مستشفى شرط الجامعة. نهال احمد محمد حلمي، 109، بنفس لا زي ما هي مكتوبة، ثانية واحدة بقى. وراثة وسكوية. وراثة إنسانية. وراثة إنسانية ما حدوث بيها. وراثة إنسانية ما حدوث. وراثة إنسانية ما حدوث. يلا يا عزة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزة محمد عيد. محمد، 110، طب الأطفال، مستشفى الشاب الجامعة. يلا بسام واللي بعد كده. بسام. يلا بسام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسام يوسف مسعود، إدارة مستشفيات المعهد العالي للصحة. مستشفيات المعلومات الطبية والإحصاء. الإدارة الصحية اللي أقولها بالظبط زي ما مكتوبة هنا. الإدارة الصحية ولا إيه؟ يعني إيه؟ أيوه يعني إيه؟ يا جماعة بقى يلا من أول 112 صبحي. ضحى محمد عبد الله،
دوحة لغاية رقم 120 يا جماعة. دوحة وأحمد وآية وهبة طلة وداليا وإيمان ومهدير وآلاء ونورهان وإسراء. هدوء يا سمحت. قدامكم السكرين اهوت راح تفوز تقريبه كثير طيارات. دكتوره بص قدامك يا بص على السكرين اهوت السكرين واضح اهو الازرق ما فيهوش اي مصطلح كله يسمح لي بص قبل ما يطلع عشان بس يكون عارف الاول. يلا دكتوره. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد عبد الله الترتيب 112 تعليم الطبي كليه الطب. تعليم طبي لاول واخر. يلا احمد. احمد رمضان. احمد رمضان معلش وسعوا له السكه يا شباب. احمد رمضان توفيق 113 اشعه تشخيصيه مستشفى الرئيسي الجامعي. اي عاطف هي عبد الله دي 314 احياء دقيقه معهد عالي الصحه. احياء دقيقه معهد عالي الصحه. تبارك الله محمد رأفت 114 في كليات معهد البحوث. لا تانية كليات معهد البحوث. كليات؟ ايوه كليات معهد البحوث. بارك الله معهد. يلا اللي بعده. داليا محسن جابر. يلا داليا. داليا محسن جابر الترتيب 116 معهد الصحة بطولة الكيميائية و اي في يلا دكتوره نقول نسمع عليهم بعض. داليا ما تخليش وليد يمشي انا عايزه تمام. ايوه داليا محسن جابر 116 صحه الاسره اموري. صحه الاسره فين؟ معهد الصحه العامه. صحه الاسره معهد العالي. الاسره المعهد العالي. ايمان فرج. لا لا ايمان فرج. يا دكتوره بصي مع سمعتك يا دكتوره قول لنا انك عايش اهو. كله يبص مع زمايله عشان يعرف ايه اللي فاضل. ايوه ايمان فرج محمود الشهاوي 117 باثولوجيا كيميائيه معهد بحوث. بسم الله الرحمن الرحيم. هدير خميس داسيوني بطنة ثابت لمستشفى رئيس الجامعة. بطنة؟ بطنة ثابت لمستشفى رئيس الجامعة. بطنة 118. بسم الله الرحمن الرحيم. آلاء محمود محمد عبده 119 أمراض كلى مستشفى طلبة الجامعة. مرات كده. يلا يا نورهان. يلا يا نورهان واسراء واللي بعديهم يستعد. بريك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نورهان حسن هيكل 120 احسب حظوظ. يلا يا اسراء. اسراء عبد المنصف عبد السلام 121. انا عايز اعرف أكاديمي.
صحه مهنيه وصناعات، صحه مهنيه وصناعات معهد عائلة الصحة. عبد المنصف عبد السلام محمد 121، صحه مهنيه وطب صناعات المعهد العالي للصحه. طيب من 21 نطرح راح نبص على ايس كريم، وفي من مستشفى طلبه الجامعه نخلي بالنا في اناونس دلوقتي لم يتم تغيير الوظيفه كنيابه. استلم نيابه بطنه، استلم بطنه هيكمل بطنه مش هيغير نيابته، والطوارئ طوارئ دكتور جلال هو في المستشفى، ولن يتم تسجيل الا في نفس تخصصه. رامي اهو دايما لا تغير. والدكتور جلال بيقول ان وظيفه دائمه يعني مثبت دائم فوريفر، بس نفس تخصصه معايير ريبورتنج عليها. فعشان هتكلم تاني عشان دي اهم حاجه، وظيفه مستشفى الطلبه عنايه القلب اللي لازمه في مستشفى الطلبه ده هيحضر ماستر ايه؟ عنايه القلب هيحضر ماستر ايه؟ معلش كارديولوجي عنايه قلب قلب. دكتور جلال معلش عشان احنا دخلنا في مستشفى الطلبه، مستشفى الطلبه لها طبيعه خاصه مختلفه على النيابات مستشفيات جامعه اسكندريه، فبندخلها عشان نعمل تكافؤ فرص يديكوا فرص اكثر. دكتور محمد جلال لهم كرايتيريا مختلفه شويه على مستشفيات جامعه اسكندريه. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير دكتور ابراهيم، كل سنه وصحتك طيب والساده الوكلاء. الوظائف اللي في المستشفى وظيفه دائمه، يعني مش وظيفه طبيب مقيم زي اللي موجوده في المستشفى الرئيسي الجامعي، بس في ييرلي ريبورتنج عن كل نائب موجود، بحيث ان هو لو الريبورت ده قل عن درجه معينه هيبقى اوتسايد لوزاره الصحه. دايما دايما وظيفه دايما مع التقرير، مش لا في ريبورتنج، يعني الوظيفه مش وظيفه طبيب مقيم ويمشي بعد فتره سنين ولا ثلاث سنين، الوظيفه فور ايفر وظيفه طبيب ثالث. تسجيل كل وظيفة في البرانش اللي هو اللي اختاره، يعني اللي هياخد وظيفة الطوارئ هيسجل ايمرجنسي ميديسن مش هيسجل أي حاجة تانية. الحاجة التانية ممنوع التغيير جوه المستشفى من وظيفة لوظيفة أو تسجيل في برانش تاني. في سبوراتيك كيسز حصلت في الخمس سنين اللي فات حوالي حالة أو اتنين اتنقلوا من مكان لمكان، الكلام ده المجموعة اللي جاية ممنوع. اللي هياخد طوارئ هياخد طوارئ، هياخد انتنسيف كير انتنسيف كير. أظن واضح، نشكر الدكتور محمد جلال، يلا شباب اتفضل. يلا من 121 يا ممدوح، يلا بينا، يلا تامر، دكتور تامر. يلا بينا 121. بسم الله الرحمن الرحيم، ممدوح عادل ممدوح 121 جراحة عظام. ممدوح عظام. نادية، يلا نادية. نادية مصطفى محمود 122 أشعة تشخيصية مستشفى الرئيسي الجامعي. أشعة. نحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحلة محمد محب فراويدة 124 نسا وتوليد. شكرا. سلمى. نحلة 123 نساء. 122. نادية 122 إشاعة. نساء. أيوة نساء شاطرة. كان 123 إشاعة دكتورة. 120 120 نساء 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 100. لا انا ليه التركيب موجود دلوقتي؟ ما هو هو يعني 120 الاسم بقى، الاسم والتركيب الموجود قدامنا، التاني كان اسمها مكرر، خلي بالكم. دلوقتي سلمى رقم 124. بسم الله الرحمن الرحيم، سلمى ايمن عبد المنعم اشعه تشخيصيه مستشفى الرئيسي الجامعي. شريف. طب ثانية كده، أشعة تشخيصية كده اهوت. شريف محمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، شريف محمد محمود فرحان طبيب مقيم أمراض نساء أولاد مستشفى الشباب الجامعي. رقم 125 ثانية واحدة بس كده عشان نلحق نسجل. هدير.
ثانية واحدة يا مدام. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية واحدة يا دكتور. طب اوكي يلا يا هدير. هدير جمال محمد أشعة تشخيصية كلية الطب. أشعة استفادت كم وظيفة أشعة؟ صوفيا. كم استفادت وظيفة؟ صوفيا؟ لا لا كدينة. دموا على سكرين يا جماعة، بصوا على سكرين عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. صوفيا أشرف علي عبد الحميد 128 إحصاءات حيوية معهد العليا صخر. صح حيوية معهد العليا صخر. منا يلا منا الله سليما. بسم الله الرحمن الرحيم. منا طلال سليمان ترتيبي 129 أشعة تشخيصية مستشفى رئيس جامعة. محمد عاطف كده اخر وظيفه اشعه. خلاص كده اخر وظيفه اشعه. تمام. محمد عاطف يلا. محمد محمد عاطف محمد علي 130 جراحه عظام مستشفى الجامعي. محمد عوض يلا. ماجده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماجده عوض عبد القادر السيد 131 اشعه تشخيصيه مستشفى الطلبه. اشعه طلبه الجامعه. يا طلب الجامعه. رامين عشان اللي بعده استعد زي ما احنا متعودين. يلا رامين. رامين عشان لطفي 132 جراحه عظام مستشفى الحضره. ساره محمد سارة سيد كله ورا بعض. ساره محمد احمد مصطفى بدران 133 في نيابه كلينيكال باثولوجي. لا جابت فيبر صوت باثولوجي. لا في 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 وظيفتين. وظيفتين. طب قوليها يا دكتوره كده. نيابه كلينيكال باثولوجي. رئيس الجامعي. رئيس الجامعي. 133 ساره. 133 ساره سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. 133 ساره سيد علي محمد نساء وتوليد مستشفى الشاطبي الجامعي. نساء وولادة شاطبة جامعي. طب ثانية واحدة. 133 يا جماعة رقم صح. 133 رامي جماعة. رامي علي عبد الكريم ابن نساء عندك التاني. رامي وراء أميرة سعد وراء أي عطية وراء شيماء محمد. سارة يلا اتحضر من أول. رامي وأميرة يلا يا رامي. رامي 134 يلا يا رامي. رامي علي عبد الكريم عليبه 134 جراحة عظام قصور مستشفى الحضرة الجامعي. كده كل واحدة عظام بس. يلا يا أميرة. علي سعد علي محمود 136 صحة بيئة معهد عالي الصحة. 135 أي عطية؟ أي عطية محمد؟ أي عطية محمد؟ طفل أطفال مستشفى شاطبي جامعي. أي أطفال؟ كده فاضل وظيفتين صح؟ شيماء محمد أطفال 138 أطفال الشاطبي. آلاء محمد محمود شيماء أطفال. آلاء شوفي بوست الأكاديمي. نعم أكاديمي. الأكاديمي. انسى حمانية بقولي حتى بس والله.
دلوقتي الجهاز انا مش عارف 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 انا دي ساحة مهنية وظيفة لسه ساحة مهنية ما حد ساحة ساحة مهنية يلا علاء علاء محمد محمود حماد 138 ويتنج لا مش سامعين ويتنج علاء ويتنج 133 ناس لو سمحتوا ال10 برضه استعدوا ورا بعض يلا يا ناس اطفال فاضل اخر وظيفه تبقى اطفال موجوده فاضل اخر وظيفه ناس رزق حلمي محمد 139 تبقى اطفال الشرطه يسرى سارة يلا يسرى لو سمحتوا يا جماعة بس هديهم دماغهم يركزوا يلا يلا يا يسرى يسرى عايز ايه يا رضا دكتور تامر عايز ايه الوضع قدامك هي موجودة طب حالك واسمه موجود لسه تخدير طوارئ طبيعي أورام مكدم فطوجي كلينيكي تسرين تخدير أمراض دم تحوس مع الجوز في تخدير أمراض دم و جراحة تجريبية فطوجي كيميائية فطمة تجريبية يا لو بحظه السما ده لو كان ممكن يموت فيها والله مسألك واحد هو عايز يكون اسمه هي دي معلش فين ايناس فين ايناس ايناس رزق ايناس فين لو سمحت بس يا دكتور مطعم هاتونا ايناس رزق لو سمحت من بره شوف اخر وظيفه ايناس رزق طلعت لا قرارك يا دكتور ما ينفعش كده يا دكتور يلا يا جماعه هاتونا ايناس الله يهديها من بره ايناس يا عم تتفرج يا عم تصل بيها من تمشي تمشي لا يعني تمشي مش مشينا ده كده تطلع البيت يا دكتور تامر بص سجلت ومضت سجلت ومضت تصل بيها عشان ما تصل بيها ممكن تنفع بسم الله الرحمن الرحيم يسرى نعيم محمود ابراهيم لا ثانية عشان معلش ايناس الاطفال خلاص ايناس لو سمحت مركز لو سمحت هي دي نعم سموحه اطفال لا انت مرة سموحه اطفال كده عرفتي سموحه اطفال كده اخر وقت سموحه اطفال موجوده طبعا لسه اطفال فيها اراء نعم الاثنين في روتيشنز على كله على فكره سموحه برج العرب روتيشنز على كله بس انت البيست بتاعك في المكان اللي انت فيه سواء بطن هيمر اطفال هيمر جراح هيمر هيلف على كله بيز لم تحدد بعد ايناس رزق حلمي محمد
139 طب اطفال مستشفى سموحه. اطفال سموحه اول وظيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرى نعيم محمود ابراهيم. ترتيب 140 بطنه تجريبيه معهد البحوث. بطنه تجريبيه بحوث. ساره. بسم الله الرحمن الرحيم. سارة صلاح يونس. ترتيب 141 جراحة عامة مستشفى جراحة عامة جراحة عامة مستشفى الكريستب جراحة رئيسي. زينب محمود عمر عبد الهادي بدر الدين. 142 صحة أسرة المعهد العالي للصحة. طب أسرة. ثانية واحدة. يا أسرة فرصة كده. صحة مهنية. في وظيفة صحة مهنية بس. فضلة. صحة مهنية لا فرق. طيب. صحة مهنية المعهد العالي للصحة. دارة صحة مهنية. طب عندك كده. سارة. لا مش سارة سوري. زينب محمود عمر عبد الهادي. صحة مهنية. آخر وظيفة صحة مهنية في الإعلام. أسماء محمد رمضان عمارة. يلا أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء محمد رمضان عمارة. ترتيب 144 مبتسرين شطر. مبتسرين. إسراء جمال. جامعة. أي طلبة الجامعة هي قدامي. كله تقريبا. نعم. إشاعة طلبة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إسراء جمال بس محمد العجلي. الترتيب 145. أي إشاعة طلبة الجامعة. إشاعة جامعة. علا. بسم الله الرحمن الرحيم. علا محمود محمد فريد. نساء وتوليد شاطر. 146. دعاء عادل يوسف. ثانية واحدة. النساء كده فاضل لنا وظيفة واحدة. اقعد كده وبص. دعاء. يلا دعاء. دعاء عادل يوسف عبد الرحمن. 147 امراض نساء ولادة من تشكيل الشطر. ثانية واحدة يا دكتورة. كده دعاء اخر وظيفة نساء توليد بس تكون معانا. طيب يلا. رندا محمد جلال ريطم. 148 ويتنج. رندا ويتنج. مدحت عيد توفيق. 149 أطفال سموحة. مدحت أطفال سموحة. يلا تامر عشان تسجل. إبراهيم مصطفى. إبراهيم. ترتيب 150 جراحة أعضاء وكسور ومستشفى المعادلة. إبراهيم. آخر وظيفة جراحة عظام. إبراهيم آخر وظيفة جراحة عظام. أسماء. يلا أسماء. أسماء صبح حسين. 151 كلى مستشفى الطلبة. أسماء كلى مستشفى الطلبة. بس نبص عليه سلمى. يلا تامر. ثانية واحدة أسماء. ثانية واحدة. يلا تامر. تامر يبص لنا. كلى. كلى مستشفى الطلبة. كلا مستشفى الطلبة. اوكي دي اخر وظيفة كلا طلبة. كريم عمر الغازي. 152 جراحة عامة مستشفى الرئيسي كمان. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن منزوح عبد الباسط. 153 انف واذن وحنجرة مستشفى الرئيسي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة محمد حسن. 154 كارديولوجي مستشفى الرئيسي الجامعي. قلب.
مريم. مريم محمد محمد حسين 155 تخدير وعناية مركزة جراحية مستشفى رئيس الجامعة. مريم 155 محمد السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السيد محمد جاد الرف 156 جراحة عامة مستشفى رئيس الجامعة. مريم ماهر عبد الله 157 طب أطفال مستشفى سموحة. يلا شادة. يلا شادة. كده مفيش ولا وظيفة بوت خالص. ولا وظيفة بوت طبعا كله. رفض الكيميائي في معهد الكيميائي. يلا شادة. طب أطفال سموحة. أطفال سموحة. محمد إبراهيم. نفسية وعصبية مستشفى الطلبة. معلش قولي بقى رقم تاني يا دكتورة واسمك وانتظار التغيير لو سمحتي. شادة محمد سعد. أيوة يا جماعة اسمعي يا دكتورة قالت لي هي بقى حد يقول معلش يعني. شهد محمد سعد 158 نفسية وعصبية مستشفى الطلبة. نفسية وعصبية طلبة. الطلبة. محمد. يلا محمد إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد إبراهيم سراج الدين جراحة مسالك البولية مستشفى رئيس الجامعة. ثانية دكتورة ثانية واحدة. يلا يا بسمة. بطنة. بطنة صوت الحكم. أربعة في أربعة وظائف. غير بوز. إيه اللي فاضل؟ في واحدة هيماتولوجي. اتنين كلى. واحدة أصغر بس هيماتولوجي. هيماتولوجي. هو يلا سكور. بسمة السيد محمود سعيد 160 جهاز عظمي بطنة جهاز عظمي مستشفى رئيس الجامعة. بسمة. بطنة. يلا لو البطنة جهاز عظمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا حسن عبد السميع حسن ترتيب 160 كلينيك الباثولوجي مستشفى رئيس الجامعة. باثولوجي كلينيكي. وظيفة. يلا تم سجلها لقدام. يعني كيف في عندنا مستشفين فاضل؟ اخر وظيفه اخر نيابه سرجي كلينيكي. ارساني سامي. ارساني يلا ارساني. ودعاء وآية احمد وياسمين احمد وامير ابراهيم عمرو وحيد اميه ابراهيم جوزيف يسري وندى سعيد وعمر خبير. يلا ارساني. أرساني لما يتقدم الإعلان.